الله. هلولة انت اشتغلت من سن صغير، يمكن برضو الوالد كان الله يرحمه كان هو اللي فاد ان انت دخلت المجال، اوكي، بس طول عمرك بتشتغلي. ايوه يعني ما شاء الله طول الوقت فكره انك تقعدي دي حاجه باعيه. والله باعيه يا اشرف. احنا كلنا كده على فكره. تعودنا ان احنا ننزل ونشتغل، يعني ممكن يجي لك مره تبقى الفلوس مش قوي قد كده يعني. بس انا نازل اشتغل. ايوه انا فاكره لك جمله كنت قلتها في برنامج قبل كده، الولاد يسالوك رايح فين يا بابي، تقول لهم نازل الشغل. ايوه رايح الشغل. رايح الشغل. لكن قاعد ليه يا بابا؟ قاعد ليه يا بابا؟ طب قاعد ليه يا بابا؟ الجمله الثانيه بقى هتعمل لنا ايه طيب؟ قاعد مفيش شغل. مفيش شغل يا حبايبي. ايا كان هو ايه الشغل؟ طبعاً. طبعاً. طبعا. لا وبعدين انت حقيقه انت عارف يا اشرف ان انا ترماي ما بعرفش اجامل يعني. انت صنعت نجوم. الحمد لله. وهتصنع جيل تاني من النجوم برضه. ان شاء الله. ربنا يجعلك سبب دايما لك. انت كمان المشاريع اللي بتجيبها دول النجوم في شغلتهم، فانت برضو بتقدمهم يعني. دي احلى بصراحه، احلى حاجه في البرنامج. وهنا فعلا الضيوف بتوع البرنامج مش نجوم فن وغنى وتمثيل بس، لكن كل واحد في مجاله هو نجم. يعني اللي عمل مشروع ونجح فيه هو نجم، يعني نجم طبعا في مجاله. فهي القهوه دي بتاعت النجوم. والله النجوم صحيح. اللي بيعملوا مشاريع حقيقي يعني حقيقي وبنشجعهم طبعا كلنا يعني، وبتبعت مسجات للناس اللي قاعدين على القهاوي ومعاهم شهادات انزلوا اشتغل بالظبط يعني. بس انا حابب اي حد ليه في الحكايه وليه في المهنه بصرف النظر عن فن، عن اي حكايه، اي مهنه يعني، لو لاقي مثلا حد بيكوي ما يقولش ايه هيكوي ايه ده، هو في حد بيكوي اليومين دول ما تحبطوش. ما بحبش حد يعمل مشروع عصير يقول له يا عم عصير ايه، ما الناس بعد ما اخد البكالوريوس اروح ابيع عصير. انا ضد الاحباط. ضد الاحباط سواء انا بقى في المهنه او مش او في غير المهنه. يعني لو لقيت فنان بيشتغل استنى عليه شويه يعني، اديله فرصته. بس لا هقول لك حجاج بعد اذنك، يعني الجواب بيقوله بيبان من عنوانه بالنسبه لكل مهنه حتى يعني. لو ما بانش طبعا يعني لا حتى لو ما بانش يا هاله، يعني انا بتكلم في ايه يا حبيبتي؟ انا بتكلم ايه لو انت لسه بتحاولي في دور اتنين تلاتة بتعملي مشروع زي اشرف عشان تكبري ناس، عشان تعملي جيل تاني من الضحك، جيل تاني من التمثيل طبعًا. جيل تاني من الكوميديا. اصل مفيش يعني احنا كنا بنقول ايه، احنا اشتغلنا مع اساتذه كبار اتعلمنا منهم طبعا. فرصه كويسه جدا ان انا عايش على نصايح الفنان الكبير اللي انا اشتغلت معاه لغايه دلوقتي. الفنان ده مش موجود، انا هاخد مين؟